إذن صلاح محسن وذكريات مع ضربات الترجيح، هل ينجح صلاح محسن في أن يجعل النتيجة بلون فريق سيراميكا متقدما في ضربات الترجيح على سموحة بالضربة الأولى، أم ينجح الهاني سليمان في أن يجعل الضغوط تنتقل إلى فريق سيراميكا في الضربة الثانية؟ هنشوف. سيراميكا الأول هو اللي هيشوط، والتنفيذ لصلاح محسن والتصدي أو عدم التصدي للهاني سليمان. مارس يا عم هاني بقى، مارس يا عم هاني ضغوط، لكن لازم يرجع الكورة على نقطة الجزاء. قلت لكم هو ما شاء الله في الحتة النفسية بيعرف يلعبها كويس، يعني هو هادي ويصدر التوتر للآخرين، مش هيسيبه يلعب إلا على النقطة لهاني سليمان. هنشوف. شفت بقى الحكم قال له بقى انتوا عليكم انتوا الاثنين بقى، يعني لو هي مش مظبوطه عليكم، لكن خلاص حطها. اذا صلاح محسن وهدف يا ولد، ركنها حلو على يمين هانش. بقول له ايه؟ بقول له انت يعني مهما تعمل برضه كنت هدخلها فيك يعني. اذا صلاح محسن وركله الجزاء الاولى، ركله الترجيح الاولى، وينجح على طول صلاح محسن في احراز الكرة الأولى لفريق سيراميكا. ينتقل بقى فريق سموحة، هل هيكون حسام حسن ولا مين اللي هيلعبها؟ هنشوف. هنشوف مين اللي هيلعبها من فريق سموحة. إذا نجح فريق سيراميكا عن طريق صلاح محسن في إحراز ضربة الجزاء الأولى، لكنها حلوة أوي في زاوية حلوة أوي في ارتفاع جميل أوي كمان، يعني كل مواصفات ضربة الجزاء الناجحة عملها هو حسام حسن. هو حسام حسن. عامر بعد اذنك. حسام حسن وعامر عامر، هل ينجح عامر عامر وحسام حسن؟ ونجح عامر عامر. اذا حسام حسن يخطا في الكره الاولى ويصدر التوتر لباقي زملائه، والثقه تذهب الى لاعبي سيراميكا عن طريق عامر عامر اللي انقذ اول ضربه جزاء واجاده تامه في التصدي وفي يعني شيل كره مهمه قوي في ضربه الجزاء الاولى لفريق سموحه. ضربة جزاء ضايعه من حسام، ضربة ترجيح ضايعه من حسام حسن، انقذها هو عامر عامر. دايما بقى العين على القدم اللي على الخط، والان دور الهاني سليمان في محاوله انقاذ فريق يعني سموح. ادي الكوره وهوبا يا ولد على الهدوء يا محمد، يا عادل محمد عادل على طول ويحرز يعني ضربه الترجيح الثانيه. شوف بقى كل التوتر، الله يكون في عون اللاعب اللي داخل من سموحه، يعني اللاعب اللي داخل من سموحه دلوقتي يشوف المرمى كده يعني متر في متر، يعني متر كده الواقف فيه حارس المرمى عامر عامر. طبعا ضياع الضربه الاولى دي يعني بتبقى حاجه في منتهى السخافه لاي فرقه بتشوط جواتها، والافارقه حاجه من الاثنين بقى، يا يشمعوها يا يطلعوها في السماء، يعني واحد يا يشمع المرمى في المقصات يا يطلعها في السماء في المدرجات. هنشوف على طول بواتنج هيعمل ايه. بواتنج وبواتنج وعامر عامر وبواتنج، عملها في المقصات، عملها في المقصات. قلت لكم احفظوها، الافارقه اما في المقصات واما في المدرجات، ولعبها حلو قوي قوي بواتنج يا ولد يا لعيب، يحرز ضربه الترجيح الاولى. اصبحت النتيجه 2-1 لصالح سيراميكا بعد ضربتين ترجيح لكل فريق. نشوف فريق سيراميكا ومين اللي هيلعبها، اعتقد محمد توني. هنشوف. هو وهيلعبها، وحلوة يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد يا محمد يا توني. اذا التالتة في الشباك، الشباك سموحة وشباك الهاني سليمان، وثلاثة من ثلاثة امتياز كامل لفريق سيراميكا ولمعين الشعباني، وكرة ضائعة من حسام حسن. على فكرة تكررت كتير مع حسام حسن، لازم يتدرب على الكرات دي كتير يا حسام. حسين فيصل التالتة لفريق سموحة، التلاتة احرزهم صلاح محسن ومحمد عادل ومحمد توني، واهدر حسام حسن واحرز بواتنج، والدور على الثالث حسين فيصل. حسين فيصل في مواجهه محمد عامر،
في ضربة الجزاء الثالثة لسموحة. حسين فيصل، ويا ولد يا ولد، شوف بالك هنا فين، في أقصى الزاوية اليمنى في ارتفاع قاتل، وينجح حسين فيصل في مرة أخرى إحراز الهدف الثاني. الكرة الرابعة المهمة المحورية، المحورية اللي تقرب فريق سيراميكا من فرصة الصعود إلى الدور ربع النهائي دور الثمانية. هل ينجح فريق سيراميكا عن طريق مين بقى؟ هنشوف عن طريق مين بقى، هنشوف مين اللي رايح يلعب الكرة. رجب نبيل، رجب نبيل في مواجهة الهاني سليمان. استحضر ذكريات الشباب، ليته يعود يوما يا هاني يا سليمان، بس عندك الخبرات اللي تعوض. والهاني سليمان ورجب نبيل، ورجب نبيل والهاني سليمان، يا ولد ثبته ايه، ثبته ايه، الراجل حط له غيره تحت رجليه ولعب له الكره على شماله، بص لها بصت حزن وعدت وتبقى يعني ضربه الجزاء الرابعه المسجله. واذا نجح عامر عامر في التصدي لهذه الكره يفوز فريق سيراميكا ويصعد الى الدور ربع النهائي دور الثمانيه. هل ينجح عامر عامر في كتابة نهاية قصة ضربات الجزاء، ضربات الترجيح بدري بدري، ولا يعمل ايه؟ هنشوف. هيلعب على طول بركات حجاج صاحب الهدف، ولما حد بيسجل في المباراة قول ممكن يضيع في ضربات الترجيح. رجب على طول بركات حجاج، يا ولد يا ولد يا بركات، ادى امل مرة اخرى، يعني يقدر يدي فرصة اكتر للهاني سليمان لعل وعسى ينقذ دي. اذا دخلها فريق سيراميكا ودخلها لاعب فريق سيراميكا اللي هيشوط، خلاص نقول لسيراميكا مليون مبروك الوصول للدور ربع النهائي لكاس الرابطه. نشوف نشوف مين هيشوط. محمد شكري هو من اوف ذا ماتش، لو قدر يسجل الكره دي، لو قدر يسجل الكره دي، والهاني سليمان لو قدر يصدها يعيد الروح مرة أخرى إلى جسد سموحة لاستكمال رحلة ضربات الترجيح. إذا الضربة الفاصلة، الكرة القاتلة، الكرة النهية الفاصلة في المباراة، شكري والهاني سليمان، جول! إذا إذا يفوز سيراميكا كليوباترا بقيادة معين الشعباني وينتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي دور الثمانية من كأس الرابطة المصرية المحترفة. مليون مبروك لنادي سيراميكا كليوباترا، مليون مبروك لمعين الشعباني ولاعبيه ومجلس إدارة سيراميكا كليوباترا الوصول لدور الثمانية من كأس الرابطة. هارد لك سموحة ولاعبيه. مباراة انتهت 1-1 وانتهت بفوز سيراميكا 5-3 على سموحة بضربات الترجيح. إذا هي مباراة من رحلة كأس الرابطة المصرية، نستكملها في الأسبوع القادم بباقي مباريات دور الـ16. أعود بالكلمة إلى الزميل العزيز كريم خطاب ونجومنا الكبار في الأستوديو. زميلي العزيز كريم خطاب، انتهت الرحلة وانتهت المباراة، وفاز سيراميكا وانتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية. معك الكلمة الآن زميلي العزيز كريم خطاب.